مرحبا بك في قناتي. إذا كنتي أول مرة كتزورني ما تنساش لايك اشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. ديما في موضوع كيفاش نحسن من حياتي، اليوم موضوع مهم ومهم بزاف، كيف تحب نفسك. باش تحب نفسك مهم ومهم بزاف تكون واعي لهاد النقاط. باش تحب نفسك تقبلها بذكاء. نفس الإنسان فيها الإيجابي وفيها السلبي، لو تقبلتها بذكاء غادي تعرف تحبها صح. خاصك توعى بلي نفسك هي الرفيقة ديالك في هاد الحياة، حبها غادي تدير بها المستحيل. التطوير ديالها والتزكية ديالها يوميا بالمعلومات هي مادة خام، كل ما طورتيها صح وزكيتيها صح، كل ما تعلمتي، كل ما بهرتي نفسك واللي دايرين بيك، عمرك غادي تكون إنسان مثالي. ما تضغطش عليها أكثر من القياس، تقبل البيضين واستمتع. ركز بزاف على المميزات ديالها والإيجابيات ديالها، كتبها استكشفها. شي ناس راح حتى لدابا ما عارفينش المميزات ديال نفسهم. كل ما استكشفتي أكثر نفسك كل ما غادي تحبها أكثر. ماشي مهم السمات ديالها والمميزات ديالها، اللي مهم كتر وكتر والإنجاز والنفع اللي كديرو فوق هاد الأرض. قيم نفسك بمقدار النفع اللي كديرو فوق هاد الأرض، كل ما كان نفع كتر كل ما كانت قيمتك أعلى، وهذه هي القيمة الحقيقية. حب نفسك وتذكر دائما عيش بالحب، عيش بالأمل، كن إيجابياً.